جنرال، هذا التظاهرة هذه طرحوا منع التحيتين النرويجية والدنماركية، وتنشكروا ايضا المجتمع المدني لهذا التحرك هذا والمجتمع والشعب المغربي عامة، لانه دار حركة كبيرة وعديدة في شلال المواطن ديالو في شلال المدن ديالو. وتنشكروا السلطات ايضا التدخل ديالها السريع والوجيز، واللي كان تدخل ممتاز في حقيقة وفي المستوى. طب الحكيم تنقولوا هنا مشاركين، ماشي مشاكل، منضمين مع بشركة مع الاخوان ديال المجتمع المدني باش يكون هذا اللقاء كل جميع ليد في ليد والقلب مع القلب الحمد لله. واش تشوفوا الناس كلهم يجاو معنا وتحمسوا معنا لهذا؟ تيبين هذا واحد المثال، تيبين العالم كله اش هذا التصور، كلهم غيمشيو يدوروا العالم وباش نبينوا باش الحمد لله احنا في المغرب هاكا عايشين، كنا عايشين ديما هاكا مازال نكملوا عايشين، نعيشوا في الطريقه اللي فاش كبرنا وفاش غاديين فيها بالسلامه. وربي يحفظ هذه الارض السعيده والمغرب ويحفظ سيدنا الانسرو. جينا من اجل رفع تعازينا واخواننا الذين تركناهم وراءنا لاهل الضحايا وللمغرب قاطبه، حتى هو كذلك اصيب بهذه الواقعه وهذه الفاجعه، لانه لا يرضى بها ولا يرضاها لا في امليل ولا في داخل الوطن ولا حتى خارج الوطن عن المغاربه الذين وصلهم هذا الخبر. وبجميع طوائفنا المسلمة واليهودية والمسيحية العربية والأمازيغية، الكل وراء جلالة الملك في هذه المظاهرة وتقديم العزاء والتضامن مع أهل الضحايا. فإحنا نبين لهم ونبرز لهم على وضوح أن المغاربة قاطبة لا يرضون بهذه الفعلة الشنيعة التي ليست من المغاربة ولا تربوا عليها، إنما هذه متسربة إلى المغاربة عن قوم أجنبيين عن هذا الوطن، وغسلوا أدمغة بعض الشباب وزرعوا في عقولهم هذه المآسي، نعوذ بالله منها وشكرا. Paz debe de ser importante. Yo mencionaba hace un momento una frase de mi país que dice: la venganza nunca es buena, mata el alma, la envenena. Es una parte importante donde la venganza no debe de existir en el hombre, sino la paz, la comunicación y la oración. هذا هو كرد فعل على الجريمة الشنيعة الخسيسة اللي داروها باسم التجدد، باسم الدين، والدين بريء منهم، لأن الدين عمره ما كيقول بأن تعدى على الضيف كيفما كان الحال. والخسة والندالة أنهم رجال ضد نساء، كانت قمة الخسة وقمة الندالة. وبالتالي جينا حنا كتنديد وكنعبروا على شعور ديالنا وديال المنطقة ديالنا ككل، وما يمكنش نبقاو جالسين مكتوب في الأيدي كمجتمع مدني، لأن خصنا نكونوا يد في يد مع جميع الإخوان، سواء أحزاب سواء سلطات. احنا كنجتمعوا على نفس الهدف، هو بغينا مغرب في المستوى، بغينا وطن في المستوى ما نخافوش فيه، والضيوف ديالنا ما يكونوش خايفين.